ماذا سنتعلم من هذا الدرس؟ أولا تعرف على نظرية أرسطو، تعرفنا عليها، النقاط الإيجابية في نص نظرية أرسطو، النقاط السلبية، التميز بين القوى الثلاثة. هو من خلال النقاط الإيجابية اكتشف أنه في النفس البشرية في ثلاثة قوى، أنه كل نفس بشرية، كل نفس أو كل شخص أو كل طبيعة إنسان يوجد فيه ثلاثة قوى تختلف عن المخلوقات الأخرى. الكلمات المفتاحية، قال المقاصد هم أصحاب الاستقامة، أما الذوات مثل ما تكلمنا عنها سابقا هم أكابر القوم. أرسطو تكلمنا عنه سابقا، قلنا هو فيلسوف إغريقي، ولد في عام 384 قبل الميلاد، وكان من الفلاسفة الكبار في ذلك العصر، حتى العلوم التي كتب فيها والمؤلفات التي ألفها تدرس حتى في زماننا هذا في بعض الجامعات وبعض المدارس، وكان هو أقرب للتوحيد. الرواقيون، من هم الرواقيون؟ قال الرواقيون هم عبارة عن مدرسة فلسفية تأسست في أثينا. أثينا هي عاصمة اليونان، أثينا هي عاصمة اليونان، وكان لهم أثر في الأخلاق والمعرفة. لماذا أطلق عليهم الرواقيون؟ قالوا كانوا يجتمعون في الأروقة، يعني كانوا يجتمعون في الأروقة، يعني في الملاجئ في أو في الظل، فكانت لهم فلسفة خاصة. القرون الوسطى هي الفترة التي تمتد من عام 500 ميلادي حتى عام 1500 ميلادي. طيب سؤال الآن، شو فرق بين قبل الميلاد وبعد الميلاد؟ هل الحدث العظيم اللي صار اعتبروه نقطة تحول تاريخي قبل الميلاد وبعد الميلاد؟ فكتب المؤرخون كل قبل ميلاد شخصية عظيمة، مين هو؟ هو ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه كان حدثا عظيما، ولد من أم بلا أب، فكان حدث عظيم جدا، لذلك اعتبروه نقطة تحول تاريخي. في قبل الميلاد كل الأحداث اللي قبل ميلاد سيدنا عيسى تكتب قبل الميلاد، تسمى قبل الميلاد، والعد التاريخي يكون عد تنازلي، أما بعد الميلاد بصير العد تصاعدي. مثلا أرسطو ولد عام 384 وتوفي عام 332، كيف هيك؟ إذن عد تنازلي. لاحظوا معي هون، ما زلنا نتكلم عن طبيعة الإنسان التي تميزه عن سائر المخلوقات الأخرى. إنسان جالس فهو يتميز عن كل ما حوله من الطبيعة. الآن سنتكلم عن النقاط السلبية في نص نظرية أرسطو. نص نظرية أرسطو في اللامساواة الطبيعية قال لا تتوافق مع حقائق العلم المعروفة حتى الآن. طبعا المفكرين والفلاسفة السابقين والحديثين وجدوا خلل في نص نظرية أرسطو، فكل مجموعة أو كل عصر أعطى نقطة سلبية، فاستنتجنا نحن كل هالنقاط جمعوها في جمعناها نحن في هذه النقاط. طبعا هي عبارة موجودة في الكتاب، وناقشت نص نظرية أرسطو، فأنا قسمتها إلى نقاط سلبية ونقاط إيجابية ليسهل الحفظ، يسهل التعامل معها. إذا أول نقطة سلبية في نص نظرية أرسطو قال لا تتوافق مع حقائق العلم المعروفة حتى الآن. حقائق العلم اللي موجودة بتقول كل الناس متساوون، يعني بيولدوا بشكل طبيعي، كل الناس تولد ولادة، الأجنبي والعربي والقديم والحديث نفس الولادة، نفس الولادة، بيولد طفل صغير ما في حدا بيميز عن حدا. قال اثنين، الفكرة الثانية أو النقطة السلبية الثانية قال تتعارض مع القيم المعاصرة التي تؤكد وحدة البشرية والمساواة بين البشر. القيم بتقول أنه كل الناس متساوون، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على المساواة بين الناس. مين بيذكرني بالحديث؟ إذا حدا حفظان حديث حول هذا المعنى برفع الأيادي، تفضل يا نغم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. إذا لا فرق، أحسنت يا نغم، لا فرق بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود إلا بالتقوى، يعني الله عز وجل جعلهم كلهم متساوون، ولكن الإنسان إذا كان تقي وتقرب إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة
وكانت صفاته حسنة، أمين، أخلاقي، لا يؤذي الجيران، فهذا الله عز وجل بميزه يوم القيامة بدخله الجنة. أدخلنا الله وإياكم الجنة جميعا، قولوا أمين. النقطة الثالثة رفضها الرواقيون. طبعا الرواقيون هم فلاسفة إغريق، يعني من بلد لا أرسطو، إذ أقروا أن الناس متساوون في طبيعتهم، وأن الفروق المشاهدة بينهم ترجع إلى الثقافة والتنظيم الاجتماعي، ولا ترجع بأي حال إلى الطبيعة البشرية. طبعا رأي الرواقيون كثير حلو، كثير حلو وممتاز، لأن الرواقيون قالوا أن الناس بيولدوا طبيعيين وكل الناس متساويين، بس ولكن مع الزمن عندما بيكبروا، عندما بيكبروا الأطفال، لاحظوا معي، أطفال الصف الأول بالمدرسة، أطفال الصف الأول كلهم متساوون، في تمييز بسيط في الاجتهاد أو التفوق الدراسي، كل ما كبروا بيظهر التمايز. تمايز متى يظهر التمايز أكبر أكثر؟ عندما ينتهون من مرحلة الدراسة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية. فبتلاقي ناس بيكفوا جامعات، ناس بيدخلوا أطباء، ناس بيدخلوا صيادلي، ناس ما بيكفوا، ناس بمرحلة الإعدادية بيروحوا بيشتغلوا حرفيين، ناس ما بيتفوقوا بالدراسة بيصيروا عمال. فالتميز بيصير بالثقافة والتنظيم الاجتماعي، لاحظوا معي، في التنظيم الاجتماعي، يعني التنظيم الاجتماعي على طبقات، هاي فئة المثقفين، هاي فئة الأطباء، هاي فئة المحامين، هاي فئة العمال، هاي فئة الحرفيين. فإذا هو التنظيم الاجتماعي من خلال الاكتساب وليس الخلقة. الله خلقهم كلهم متساوون، يعني الاكتساب يعني بيكتسبه من المجتمع، أنا اكتسبت العلم صرت لي ميزة معينة، ما أخذت كف العلم رحت على حرفة معينة، ما توفقت أنه أنا كف دراسة بصير عامل. إذن كانت فكرة المساواة الطبيعية يعني وحدة الطبيعة البشرية بين أفراد النوع الإنساني مقبولة لدى مفكري القرون الوسطى. فإن القرون الوسطى هي الفترة التي تمتد من عام 500 ميلادي إلى 1500 ميلادي، يعني قديما كانوا هالفكرة موجودة عندهم أن كل الناس متساويين. منين أرسطو جايب هالفكرة غير الناس أنه غير متساويين؟ طيب، أيضا النقطة الخامسة تقول كانت محاولة أرسطو تندرج في إطار التنظير الفكري. يعني شلون تنظير؟ يعني هو بارك وعم ينظر، يعني عم يتخيل، يعني ما استند لأي مرجع سابق، يعني تأملات وملاحظات شخصية، مجرد يعني تفكير خطر على باله وأسقطه على كتاب وألف هذه النظرية. نظرية أرسطو ليست مستمدة من معطيات البحث العلمي الآمن. يعني كيف البحث العلمي الآمن؟ المقصود هون يا بنات البحث العلمي الآمن، احنا في عنا بحث علمي آمن وبحث علمي غير آمن. بحث العلمي الآمن كل الأبحاث العلمية التي تبحث في أشياء واختراع أشياء وبناء أشياء تساعد على سعادة البشر وخدمة البشر. أما البحث العلمي الغير الآمن هي الأبحاث التي مثلا تنتج تكنولوجيا أو أسلحة تضرب البشر، سواء مصانع لها مخلفات تضر في حياة الإنسان، تلوث البيئة، مثلا صناعة الأسلحة، هذه اسمها بحث علمي غير آمن. الطيارات والاختراعات الحديثة والتفجيرات الحديثة والأسلحة النووية اللي إذا لا سمح الله أطلقوها ممكن تدمر البشرية، هاي كلها بحث علمي غير آمن. بحث العلمي الآمن هو اللي بيساعد على سعادة الإنسان وعلى ترقي الإنسان وعلى حفاظ على مثلا حياة الإنسان أن يعيش بسلام وبأمان. أحيانا في بعض البحوث والتكنولوجيا بيبحثوها بيكون مثلا معامل فيها خطر على الإنسان، لذلك تعتبر بحث علمي غير آمن. هاي أهم الأفكار أو النقاط السلبية اللي استخرجها العلماء والمفكرين القدامى والحديثين. سؤال الآن، مين بيحدد لي بشكل مختصر أهم النقاط السلبية في نص نظرية أرسطو برفع الأيادي بشكل مختصر؟ نور الهدى أحمد، تفضل يا نور. لا تتوافق مع حقائق العلم، تتعارض مع القيم المعاصرة. لا. رفضها الرواقيون. فكرة المساواة مقبولة لدى مفكري القرون الوسطى. نظرية أرسطو تندرج ضمن التنظير الفكري. لم تستمد من معطيات البحث العلمي الآمن. أحسنتي. طيب عيدي لي يعني يا نغم. أول واحدة إنها لا تتوافق مع حقائق العلم والمعرفة، تتعارض مع القيم المعاصرة،
رفضها الرواقيون إذ أقروا في طبيعتهم أن الفروق ترجع إلى الثقافة والتنظيم الاجتماعي. بقيت نظريته تتدرج في إطار التفكير المستمد. كانت فكرة المساواة الطبيعية مقبولة لدى المفكرين القرون الوسطى ودعاة المفكرين الدينيين عموما. شكرا لك يا نغم، وشكرا لنور الهدى، وشكرا لغزل اللي ما اعطيناها مجال الايجابي، ولخديجه اللي رفع ايدها، شكرا لكم. اذا لا تتوافق مع حقائق العلم، تتعارض مع القيم المعاصره، رفضها الرواقيون، طبعا في لها شرح بس هي بشكل مختصر. فكره المساواه مقبوله لدى مفكري القرون الوسطى. نظرية أرسطو تندرج ضمن التنظير الفكري، يعني عم ينظر علينا بس ولكن بدون ما يكون عنده مرجعية أو إثباتات لهذا الكلام. لم تستند من معطيات البحث العلمي الآمن.